نمر إلى السؤال الموالي رقم 6، فريق العدالة والتنمية. تفضل سيد النائب. سيد الرئيس، سيد الوزير، المقالع العشوائية تسبب في تغيير مجاري الوديان والشعاب، مما يؤدي إلى الفيضانات التي تهدد أمن الساكنة وممتلكاتها، كما تضر بالبيئة. ضفاف نهر أو واد سوس في إقليم تالودانت نموذجا. لذا عن مراقبة هذه المقالع نسألكم السيد الوزير. جواب السيد الوزير. الاسئله ديال داكشي اللي كنت كنقول للسيد النائب، وهذا تيبين هذا الاشكال ديال التوازن. السيد النائب تيطرح الاشكال ديال المقاولين، السيد النائب تيطرح الاشكال ديال البيئه. اذا الوزاره ملزمه باش تلقى التوازن. انا بغيت غير نقول واحد العدد الاجراءات هذه عطيتوني فرصه باش نذكر بها، لان غتغير المقاربه لهذه القضيه ديال المقالع. اولا غادي تولي الدار مخططات جهويه لتدبير المقالع، والتي ستحدد المناطق التي يمنع استغلال المقالع بها. ملي غدير المخطط الجهوي وغيتحدد عدد من المناطق اللي هي هشه او عندها تدمير البيئه ما غدارش. احداث لجان عمليات اقليميه للمقالع الصناعيه من الاقليم المكلف بمراقبه المقالع، اخضاع جميع انواع المقالع لدراسه التاثير على البيئه، وتقديم كفاله ماليه لضمان اعاده تهيئه مواقع المقالع بعد انتهاء من الاستغلال. والساده النواب تذكروا بان هذا كان عندنا احد الاشكالات، تيسالموا المقلع تيمشي وتيبقى هذيك المنطقه. الان عندنا كفاله ماليه اللي غتسمح لنا باش، واعتماد رقابه ذاتيه راه فيها واحد العدد ديال المقتضيات، مسك سجلات لتتبع الاستغلال، انجاز مسوحات طبوغرافيه كل 6 اشهر، وتجهيز المقلع والاليات بمعدات تقنيه حديثه تمكن من التتبع الحقيقي لما يجري على مستوى المقلع. شكرا السيد الرئيس. تعقيب السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، هذا الموضوع ديال المقالع كيعرف واحد العدد ديال الاختلالات السيد الوزير، وهذا الشيء كيسبب انه هذه الثروه الوطنيه كيستافد منها واحد الاقليه متنفذه وكتغتنى بطريق غير مشروعه. ومن المؤشرات اللي يمكن نثيروا الانتباه ديالكم السيد الوزير لها واللي جا في التقرير ديالكم في اللجنه، هو انه 55% من الاستجابه للطلب الوطني كتجي عن طريق القطاع العشوائي، يعني عن الاستغلال العشوائي للمقالع. وهذا كيعطينا واحد الفكره على انه هذا واحد النوع من الاستنزاف لثروه وطنيه بطريقه غير معقوله، وكتضيع اموال على خزينه الدوله. حنا كنتمنوا الاصلاحات اللي درتو سواء في الحكومه السابقه او الحكومه الحاليه، وخاصه اصدار قانون المقالع 27/13، ولكن هذا التاخر اللي حصل دابا ديال اصدار اهم مرسوم اللي تكلمت عليه اللي هو المتعلق بشرطه المقالع، كنتمناو باش تسرعوا السيد الوزير بالاخراج ديالو، لانه غادي يمكن من المراقبه الحقيقيه لكل عمليات اليوم ديال السرقه والنهب اللي كتوقع اليوم في المقالع والتدمير ديال البيئه والاجهاز على حقوق عدد من السكان ديال الجوار. فلذلك السيد الوزير، احنا كذلك بدورنا في اطار البرلمان طلبنا بمهمه استطلاعيه باش نزيدوا نوقفوا اكثر على هذه الاختلالات، على هذه الجرائم التي تقع اليوم في هذا القطاع. وكنبغيوكم كذلك السيد الوزير ما عطيتيناش ارقام متعلقه بالمراقبه. شكرا السيد النائب. هل هناك تعقيب اضافي في الموضوع؟ السيد الوزير فيما تبقى من الوقت. لا، غير واحد التدقيق السيد النائب، راه منين تكلمت انا على 55% كنت نقصد الرمال ماشي المقالع كلها. واحده المساله الثانيه. ثانيا، المقتضيات القانون فيها مقتضيات زجريه اداريه وجنائيه. المساله الثالثه، انا ما تنظنش هذيك القضيه ديال التاخر ديال الامور التنظيميه، ماشي تاخر، لان عندك واحد المجموعه، عندك المرسوم وكاين عندك مجموعه ديال القرارات. وفعلا انا قلتها، كنت يعني اونيت، قلت اودي هذا ديال الشرطه ديال المقالع حنا باقي تناقشوا، راه داس مجلس الحكومه كانت عليه ملاحظات، خصنا نوصلوا لواحد التوافق، من سيقوم بماذا. اما فيما يتعلق. شكرا السيد الوزير، شكرا لك. نمر الى السؤال الموالي، السؤال السابع، الفريق التجمع الدستوري. تفضل السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. نسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هو برنامجكم لتوسيع الشبكه الطرقيه بين الجهات؟ وشكرا. السيد الوزير للجواب حول السؤال السابع، تعلق بتوسيع الشبكه الطرقيه ما بين الجهات.
شكرا السيد النائب على هذا السؤال. بطبيعه الحال سؤال مهم جدا لانه تيتعلق اساسا بالطرق الوطنيه اللي الساده النواب تيعرفوا شنو اللي عندنا فيها. يعني الان عندنا تقريبا واحد 13683 كيلومتر من الطرق الوطنيه المعبده، لكن بغيت غير نعطي واحد المعطى ما كنتش عطيته فاش طرح هذا السؤال. الطرق الوطنيه والجهويه اللي هي طرق بطبيعه الحال مهيكله، تمت اعاده تصنيف هذه الطرق وتنشر الجدول ديال الطرق الوطنيه والجهويه بالجريده الرسميه، ونتيجه لهذا التصنيف ارتفع طول الطرق الوطنيه من 11593 كيلومتر الى 15639 كيلومتر بزياده ديال 35%، وطول شبكه الطرق الجهويه ارتفع من 10094 كيلومتر الى 11182 كيلومتر اي بزياده ديال 11%. وهذه الشبكه هذه الوطنيه والجهويه تساهم فيما تفضلتم به في سؤالكم. وكذلك بطبيعه الحال عندنا واحد العدد ديال المشاريع اللي كنت سبق اللي ذكرتها فيما يتعلق بالطرق السريعه اللي تكلف الانجاز ديالها حوالي 9.5 مليار ديال الدرهم، منها 1.5 مليار ديال الدرهم فقط سنه 2017 و2018. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب. شكرا السيد الوزير المحترم. تعرف بعض الجهات كجهات درعا تفيلال تضافا كبيرا في البنايات التحتيه الطرقيه، فكل الطرق المؤديه اليها تعرف انقطاعات متكرره خاصه في فصل الشتاء. وكلنا نعرف ان تيزين تيشكا وتيزين تلغونت وتيزين بشكو هي مقاطع طرقيه عباره عن حواجز خطيره تحيط بجهات درعا تفيلات من كل المداخل. فكيف لهذه الجهه في ظل العزلة والهشاشة الطرقية الحالية أن تعرف الإقلاع التنموي وأن تستقطب المستثمرين؟ يتطلب إقلاع التنموي بجهات درعا تفيلالت تطافر جهود جميع القطاعات، ويبقى ذلك رهانا بتقوية الطرق مع الجهات المجاورة لها وبشكل مستعجل. ومن أجل ذلك نطالبكم السيد الوزير فتح نفق تيشكا، بناء الطريق السريع الرابط بين وردزت ومراكش، بناء الطريق السريع بين الرباط بين وردزت والرشيدية عبر تنغير، بناء الطريق السريع الرابطة بين الرشيدية ومكناس، بناء الطريق السريع الرابطة بين جهات درعا تفيلات وجهات سوسمسة، إتمام توسيع وتقوية الطريق الرابطة بين تنغير وبني ملال، توسيع الطريق الرابطة بين الرشيدية وجهات الشرقية عبر أبو عرفة. شكرا سيد النائب. سيد النائب شكرا لك. هل هناك تعقيب إضافي في الموضوع؟ العدالة والتنمية. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، تعرف الشبكة الطرقية بين الجهات خللا واضحا ونقصا كبيرا، خاصة بعد إعادة خريطة الترابية وإلحاق مجموعة من الأقاليم التي كانت مهمشة إلى جهات جديدة، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم تونس الملحق بجهاز فاس مكناس. أركز الحديث هنا على الطريق الجهوي رقم 501 الذي تربط مدينة فاس بقرية بو محمد، حيث يعرف هذا المقطع تآكلا وتدهورا كبيرا. لذا نطلب منكم السيد الوزير تثنية هذا المقطع الحيوي وإقامة قنطرة على واد سابو بمعايير حديثة تحقيقا للعدالة المجالية. شكرا. تعقيب إضافي الآثار والمعاصرة، تفضل. التعقيب اللي سبق مني، اقليم تاونات يعاني شمالا وجنوبا وفي اتجاه سيدي قاسم، خاص يتفتح على الشاون باب منصوره، على الحسيمه، على فاس، الطريق الوطنيه نبغاو شي تفرحنا النهار السيد الوزير بخصوص طريق الموت طريق رقم 8، وكذلك اقف هنا. تعقيب اضافي اخر؟ رد السيد الوزير على التعقيبات. تفضل السيد الوزير. سيد الرئيس، بطبيعة الحال راه تيمكن الانسان يطلب اللي بغى، ولكن شويه عاوتاني راه حسبت لك شحال ديال الطرق السياره والطرق السريعه والطرق، راه ما يمكنش. راه الساده النواب تيتكلموا على العداله المجاليه. العداله المجاليه تقتضي وضع مؤشرات. دابا انا ديما تنتكلم على هذا ديال تقليص الفوارق، راه يبدو لي نحن لا نستحضر اهميه هذا المشروع. راه الاخوان راه 36 مليار ديال الدرهم وزعت مجاليا. يعني هاد 36 مليار درهم كان جينا وقلنا طيب نتفقوا بيناتنا ونقولوا واحد الجهه هي عندها الاولويه، راه غتقلب الجهه كلها، يمكن تكون فيها الطرق التي تحدثت انا، ولكن العداله المجاليه تنديروا مؤشرات
وتنقولوا كل جهة تأخذ الحد ديالها. شكرا سيد الوزير. شكرا لكم سيد الوزير. نمر إلى السؤال الموالي، سؤال رقم 8 للفريق الحركي. تفضل سيد النائب اطرح السؤال. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، تأخر تزويد أحد أقدم موانئ المملكة برافعة للمراكب على مستوى الحوض الجاف أزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمئات أسر العاملين بورش البناء والصيانة، فما هي التدابير المتخذة سيد الوزير لحل هذا المشكل؟ شكرا. جواب سيد الوزير. سيد نائب، هذا المشكل إن شاء الله إن شاء الله غيتحل في هذا الشهر فبراير بإذن الله، لكن مزيان يعرفوا السادة النواب أن هذا المشكل ماشي مشكل الوكالة الوطنية، لأنه طلب العروض رسا على واحد الشركة، هذيك الشركة وقعوا لها مشاكل، وهذا يقع باستمرار، وبطبيعة الحال هذه الشركة كان ممكن نفسخوا معها العقدة حنا، وما بغيناش نفسخوا معها العقدة لأن التزمات خاصة بال يعني بلي ريدوفونس اللي خصها تدفع يعني الإتاوات ديالها، حنا عطيناها فرصة. يبدو ان هذيك الطريقه اللي دارت الان في انتظار تجيب الرافعه ما لم تلقى استحسانا ديال العاملين في البحر، هذا صحيح انا اعترف به، لكن انا تنوعدكم ان شاء الله في هذا الشهر فبراير باذن الله غادي تجي هذه الرافعه هذه باذن الله. شكرا سيد الرئيس.